الكويت مقر معسكر منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهه المنتخب البلجيكي، ومعانا الزميل العزيز صديقنا المميز دوما حاتم رضا يقول لنا الاجواء هناك عامله ازاي دلوقتي. يا حاتم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا كريم، تحياتي ليك ولحضرتك كل مشاهدي برنامج المحترم. اهلا بيك وسهلا يا كريم. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ قول لي كله بخير يا حبيبي الحمد لله. قول لي الامور بالنسبه لمعسكر منتخب الوطني، الامور هادئه، الامور كويسه، هل في اي لا قدر الله مشاكل، هل في مميزات شفتها ولمستها خلال هذا المعسكر في اول يوم طبعا؟ والله يا كريم الحمد لله، المعسكر النهارده او يمكن النهارده اول يوم بقى في الفتره الثانيه لمعسكر المنتخب قبل مباراه ان شاء الله بلجيكا يوم 18 نوفمبر ان شاء الله الجمعه القادمه. عايز اقول لك ان يعني الحمد لله البعثه وصلت الساعه 1:30 بتوقيت الكويت. طبعا انت عارف انه موجود 19 لاعب هنا في المعسكر، وصل النهارده او انضم النهارده للمعسكر محمد يعني الاول كان احمد حجازي وطارق حامد، ثم بعد كده او جه بالليل بقى محمد النني واحمد حسن كوكا. ان شاء الله بكره بيكتمل صفوف المنتخب بوصول محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. الحمد لله قدر الجهاز الطبي المنتخب قدر الجهاز الفني منتخب مصر انه يضم انه يتواصل مع نادي فولفسبورغ ويتاكد من ان شاء الله الحاق مع عمر مرموش بالمعسكر بشكل طبيعي ان شاء الله. حلوة. ان شاء الله خلال ساعات باذن الله يكون موجود معنا برضه ان شاء الله. انت عارف طبعا عمر مرموش من اللعيبه الجيده جدا واللي الراجل بيعتمد عليها. بسطتني والله يا حاتم بالخبر ده، بسطتني جدا بالخبر ده. الحمد لله يعني الحمد لله يعني مفيش حاجه، الحمد لله مفيش حاجه تسرع ان شاء الله القلق يعني ان شاء الله يصل خلال ساعات المعسكر. كمان يعني كان في كده نوع من الدعابه بين روي فيتوريا مدير فني المنتخب ومحمد النني لما وصل المعسكر، لان انت عارف طبعا كان محمد النني كان خد كورسات تدريبيه او احد الرخص التدريبيه اثناء فتره علاجه من الاصابه، ويمكن بيتوريا كده يعني هزر معاه وقال له يعني انت كده عايز تدرب او هتبدا تشتغل في التدريب بتنافسني يعني يعني بتاخد من لقمه عيشي، بتاخد من الكار بتاعي، بتخليك في شغلك يا عم وسيبني اكل عيش يعني. ايوه بالظبط كده، حاجه زي كده. فيعني الاجواء كويسه جدا الحمد لله والامور كويسه جدا. عايز اقول لك انه في اهتمام قوي جدا بكل المباراه وكل اللاعبين، هناك اقبال وهناك اهتمام من الجماهير وكل الجاليات، سواء الجاليه المصريه او السوريه او كل والله الجاليات العربيه الموجوده هنا بالمباراه والمنتخب. هناك محاولات من الجماهير ان هي تحاول ان هي تتواصل مع اللعيبه او تحاول ان هي تلتقي باللعيبه في الفندق او اثناء خروجهم او دخولهم عشان يعني يصوروا معاهم او عشان يتكلموا معاهم وكده. لكن طبعا ريبي سوريا يعني عايز اقول لك انهم حولوا الفندق الى سكنه عسكريه، ولدرجه حتى انه اصبح في ممر او مخرج خاص في منتخب مصر بعيد عن الانظار، بيخشوا ويخرجوا بدون ما اي حد يشعر بهم تماما. كمان في التمرين النهارده الراجل يعني حتى كريم عايز اقول لك انه منعنا احنا كبعثه اعلاميه من متابعه التمرين، واخرج وما رضيش يبدا المران الا لما اخرج كل المرافقين وكل رجال الامن حتى خارج الملعب، لانه فرض نوع من السريه على المباراه وكانها يعني مباراه مؤهله لكاس العالم مثلا او حلو. يعني مباراه فاصله يعني كل التركيز وكل الناس مركزه بالظبط يعني. وان شاء الله بكره هيصل، زي ما اقول لك محمد صلاح هيصل ان شاء الله بكره، وهيكون في استقبال خاص جدا ليه. السفير اسامه شلتوت سفير مصر في الكويت هيكون في استقبال محمد صلاح ان شاء الله غدا بكره، وهيصطحبه لمقر الفندق كنوع برضه من يعني التاكيد على اعتزاز الجميع هنا محمد صلاح. طبعا في اقبال جميل جدا على التذاكر اللي يعني اوشكت على الانتهاء رغم صعوبه الوصول اليها، لان طبعا برضه في هنا زي نظام تذكرتي معمول عندنا في مصر، لازم برضه زي فان اي دي بيتم استخراجه وربط التذكره بالبيانات او بالفان اي دي بتاعك. فيعني ان شاء الله تكون مباراه قويه جدا ومفيده لمنتخب مصر. كمان والله عايز اقول لك انه ال 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 ال
بالنسبه لي المباراه هنا هتكون يعني برضه في لافتات وفي يعني دعايه جامده جدا معموله كريم للمباراه هنا في كل حته، في تلاقي في كل الشوارع وفي كل الميادين في بانرات وفي لوحات معلقه للمباراه منتخب مصر وبلجيكا. يعني ان شاء الله باذن الله كل الاجواء كويسه لمنتخب مصر انه يقدر يقدم ان شاء الله مباراه قويه، وان شاء الله باذن الله يكون في فايده لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. زميل عزيز حاتم رضا الناقد الرياضي من الكويت، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة في اليوم الأول لمنتخبنا الوطني في معسكره في الكويت استعدادا لمواجهة المنتخب البلجيكي وديا يوم 18 من الشهر الجاري.